اليوم كانت فات الصبيحه الرمضانيه كانت محاكمه المتهم بالقتل حامي الدين. المحكمه افتتحت الجلسه تاكدت من ان النيابه العامه فعلا عملت على تنفيذ قرار المحكمه السابق بضم الملف 93 الى الملف الحالي، وعطت الكلمه لدفاع المتهم. دفاع المتهم التمس تاجيل الملف، هو اللي تم التاجيل للاطلاع على الملف السابق 93. حنا من جانبنا اكدنا على انه الملف سبقنا طلعنا عليه الزملاء منذ 93 وما كيرافعوا حتى اليوم في هذا الملف. النيابه العامه ايضا لم ترى مانعا من تاجيل الملف للاطلاع، ويمكن ان اكد لكم على ان قرار المحكمه السابق واللي تنفذ اليوم هو قرار تاريخي وقرار عادل كيخدم الحقيقه والعداله، لان ما يمكنش تثبت في الملف اليوم الا ما طلعتيش على الملف السابق حتى تكون المحكمه وحنا حل الدفاع طرفين على بينه وتبصر من الملف، باش ما تكونش دفوع مطروحه غير ذات اتصال بالوقائع الحقيقيه ديال الملف. القرار السابق كان قرار تيخدم الحقيقه وتيخدم العداله ولا يخدم طرف على حساب طرف، بالعكس تيخدم العداله في ابهى واسمى تجلياتها. حنا رحبنا بالقرار ديال التاجيل وكيخدم حقوق الدفاع، حنا ما يمكننا الا نأيدو كل قرار يخدم حقوق الدفاع ويخدم العداله في هذا الملف. كيف كتشوف الجلسات المقبلين ان شاء الله؟ واش يكون لا صافي. لا صافي، اعتقد اليوم كانت نهايه التاجيلات، يعني 18/6 غنبداو المرافعه في الملف، وكان كنأملوا انها تكون مرافعه تاريخيه لانها كتعلق بقضيه تاريخيه اللي هي تفادي الافلات من العقاب وتحقيق العداله، معاقبه جنات عن جريمه قتل عمد عن سبق اسره وترصد ما ارتكبهاش شخص او اشخاص، ارتكبتها جماعه او حزب كان يؤمن ولا زال يؤمن بذاك الفكر ديال التطرف والارهاب. وحنا علاش كنرافعوا في هذا الملف؟ حتى لا يتكرر هذا. ما بغيناش غدا يموتوا اشخاص فقط على الحق في الاختلاف. لو هاد الناس ما كانوش وما كيامنوش بالفكر في الاختلاف، بالحق في الاختلاف، بالتعايش، بالتسامح، وبالتالي فهذا الاول لمعاقبه هاد الجنات وتحقيق العداله حتى لا يتكرر هذا، وندعموا مجتمع الحريه والسلم والامان والحق في الاختلاف وحمايه حق الحياه كاغلى وازمه يملكه الانسان. شكرا لكم.